طبعا ردينا من عقب الفاصل وكالعاده 12/8 متميز بالضياف هالبرنامج. اليوم ضيافتنا من كوفي تاب مشكورين وما قصروا. بعد ضيوفنا مميزين، من اول ضيف عندنا اليوم مروان؟ طبيعي نحن نعرف ان دوله الامارات العربيه المتحده اهتمت في الشباب في الاونه الاخيره بشكل كبير، خاصه ان شبابنا عندهم هالطموح الكبير، فنشوفهم مثلا في وزاره الذكاء الاصطناعي وزيرنا شاب، نشوف في وزاره الشباب وزيرنا شاب كذلك. في الفترة الأخيرة مثل ما الكل عارف كان عندنا انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، والجميل أن كانت نسبة مشاركة الشباب 30%. يا مرحبا عليكم إخواني، شحالكم شخباركم؟ يا مرحبا، شيء خير من يمثل الشباب موجودة ويانا. الله يسلمك. كنت بقول أن المرشحة عن إمارة دبي سعادة سارة في الكناز فازت من إمارة دبي بنسبة تصويت 333، واليوم نفتخر بتواجد ويانا. والله فخر لي وشرف لي، أسعدتينا إضافة يعني في أول حلقة من الموسم الثاني وبتواجد سعادتك، هذا روحه طاقه ايجابيه للشباب. اكيد والله انتم الطاقه الايجابيه صراحه. الله يسلمك. موسمكم الاول ما شاء الله ابهرتونا، والحين ما شاء الله بموسم الثاني مشكورين على استضافتي، واحنا شرف لي اني اتواجد. شكرت سعادتك، فتحتي الباب للشباب كلهم بالفعل للمنافسه في المجلس الوطني وفي كل ان شاء الله المحافل اللي نفتخر ان نكون متواجدين فيها. صحيح، الحمد لله. نعم. بدايه نبارك لك باسم فريق العمل كامل 12/8 مرشحة فائزة في انتخابات المجلس الوطني ما شاء الله ب 333 صوت. الحمد لله. فشيء جدا جميل، وحابين خبرينا عن تجربتك وخضج في هذا المجال. بداية أول شيء مثل ما قلت مشكورين استضافتي في برنامجكم في موسمه الثاني والحلقة الأولى، واستضافتي أنا كأول ضيفة لكم هاي بحد ذاته شرف لي أني أتواجد وياكم. شرف لنا. الله يسلمكم. وحبيت قبل ما أجاوب على سؤالك أبغى أغتنم هالفرصة أني أشكر قيادتنا الرشيدة أن سمحت لنا هالفرصة، ومثل ما قلتوا أن فتحوا المجال للشباب أنهم في شتى المجالات وشراكهم حتى سياسيا، وعلى رأس والقبة القيادة الرشيدة بغيت أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن بقراره أن التمثيل رفع تمثيل المرأة في المجلس بنسبة 50%. وحبيت أشكر أيضا أمنا أم الجميع أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ربي يحفظها، لأنها الممكن والمحرك الرئيسي في تمكين المرأة بالفعل. وطبعا أحب أشكر ملهمي ومعلمي وقايدي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإيمانه بالشباب، وحتى إيمانه أن إشراكهم سياسيا. نعم. وهذا كله فتح لي المجال أني أفكر وأني أرشح نفسي، ويل ولله الحمد الدعم من العائلة، وحصلت الدعم اللي مستحيل اللي كنت أطمح به. في يوم شفت أن القيادة الرشيدة ألهمتنا وفتحت لنا المجال والأهل قلت خلاص دام الحين هذا هو الوقت، وان شاء الله واصلا انت وش اسمه والحين وقت الشباب بالفعل. ولازم ان شاء الله نحن عاد نشارك وناخذ بهالثقه ونكون قد المسؤوليه. ونسبه الشباب كانت 37% في هذه الدوره الرابعه بالنسبه لانتخابات المجلس الوطني، فنسبه جدا يعني جيده بمشاركه الشباب بالفعل. والحمد لله مثل ما قال سيدي صاحب السمو محمد بن زايد ترى هانا في الشباب، ونعرف ان شبابنا قد الثقه. انت طيب يوم انت دخلتي كعنصر شاب، هل كان لك رسالة للشباب تبين توجينها بهالدخول هذا؟ صراحة بغيت أني أكون أني أولاً أفتح الباب للشباب، أني أقول ما في شيء مستحيل بالفعل. وشيء ثاني حبيت أني كنت أطمح أني أفوز وإن شاء الله أوصل علشان أوصل بكل أمانة صوت الشباب. صح. ترى خير من يمثلنا الشباب، نحن رواحنا. صح. دام الحكومة أعطتنا الثقة أن نرسم مستقبلنا، ليش ما نغتنم هالفرصة؟ صحيح. صحيح. صادقة. الحمد لله. وعلى طاري طموح الشباب وعلى طاري تواجدك بعد في المجلس الوطني الاتحادي أكيد لك أهداف، فلو تخبرينا عن أهدافك مستقبلا في المجلس. من ناحية الأهداف أنا برنامج الانتخابي اتمحور حول الشباب. نعم. وإن شاء الله حبيت أن أتبنى هالملف، وإن شاء الله أكون خير من يمثل صوت الشباب بكل صدق وأمانة في المجلس. وإحنا كلنا ثقة بهذا الشيء. الله يسلمك. آمين. ومن ناحية رسالتي وأهدافي حبيت صراحة أني أترك بصمة إيجابية، أن يقولون صراحة سارة سوت، صراحة سارة كانت قريبة من الشعب، أن نحن قدرنا نتواصل معاها ووصلت صوتنا بكل أمانة. ترى الذكرى الطيبة حسنة وزينة. صحيح. فصراحة هذا من أهدافي إن شاء الله.
الله يوفقك. جميل. نحن انا للأمانة انا يمكن تابعت كثير من البرامج الانتخابية الموجودة. هي صحيح ان الشابة، ولكن للأمانة في برامجها الانتخابية كانت تذكر الاستفادة من كبار المواطنين الموجودين والخبرات صحيح. الموجودة، وهذا الشيء طبعا احنا نفتخر فيه. شفت برنامج الانتخابي يعني فضول صراحة، اقول سارة كم صرفت في البرنامج الانتخابي؟ لان سمعت وايد ارقام من صرفت عندنا في برامج انتخابية ثانية، فهذه بعد احيانا نبغى نعرف احنا سارة كم صرفت في الحملة الانتخابية. بكل صدق وامانة، وهذا اول مرة انا اقوله، وبقوله لان انا ايماني في برنامجكم. انا صرفت 21,000 درهم. معقولة؟ وهذا اللي خذ لان يوم سويت الجلسة الحوارية. بس لكن قبل هالشيء انا باك انت تقول لي السر، كيف سويت فيديو لأخوك المرشح عبد الله الشحي؟ هذا أنت اللي أبهرتنا. الله يسلمك طول العمر. كان للأمانة جتني صحف وغيره ما أعرفهم يبون يعرفون السر هذا، فأنا قلت لهم عقب الانتخابات بقوله، لكن هذه كانت فكرة جت وطبقناها بطريقة تحتلفها بقول لك عنها. لكن لفتني الرقم يا شباب، يعني أنت مش المادة هي اللي بتوصلك للناس كثر ما كان محتواها، المحتوى وطريقة كيف توصل للشباب. نحن اليوم نتكلم عن الشباب، نتكلم عن أسهل طريقة للتواصل ويا الشباب اللي هو التواصل الاجتماعي. فهذا كان، فأنا صراحة استخدمت أنا هالسبيل فقط هالمنبر، قلت خلاص دام أنا أتكلم عن الشباب أتكلم عنهم، أتكلم وياهم عن طريق التواصل الاجتماعي. جميل. مثل ما قاعدين نشوف الجلسة. نعم، نبدأ من هاي الجلسة الرائعة صراحة. حلو أن الجلسة في مكان بعد عفوي، المكان اللي اخترتيه صراحة. لأن صراحة أنا مثل ما قلت لا للوعود، لكن أنا إن شاء الله بغيت أبين لهم أن من أول يوم سويت رشحت ولا لا، أنا على هالنهج وإن شاء الله بوصل للمجتمع إن شاء الله. والمجتمعنا يحبون يوم السبت أدروحون الكوفي ويجلسون الأهل والأقارب، فهذا كان مثل من طلب. بس سعادتك أنا دائما أقول أن أول الشباب اللي يدخلون مجلس وطني على عاتقهم العمل الكبير، لأنهم لازم هم اللي بيمثلون أول دفعة من الشباب تدخل في المجال السياسي تحت القبة البرلمانية. فالله يعينكم، ونحن صدق ندعي لك أن الله يوفقك فيها، وإن شاء الله أكون قد الثقة أني أكون خير من يمثل الشباب، وأني أشتغل لصالح الوطن والمواطن. هذا إن شاء الله. سعادتك، أنا من خلال اطلاعي على CV أنا كنت متواجدة في تغطية الانتخابات، فكان عندي حرص أني أتابع بعض CVs اللي كانت موجودة في الموقع. لاحظت في تدرج ما شاء الله في المناصب وفي يعني مراحلك من المرحلة الوظيفية من بعد التخرج، وما شاء الله كانت لك أيضا مناصب مشرفة، فهل هذا كان أيضا يشجعك وكان أنك تخوضين في هذا المجال؟ أكيد هالشيء كان الحمد لله إلزامي، وأنا كنت حاطة هالشيء يمكن في البال من 2015، كنت أقول خلوني أن أشتغل على نفسي أن أوصل إن شاء الله للمجلس. فبعد ما تخرجت من الجامعة الأمريكية في شارجة درست إدارة أعمال، الحمد لله والله الحمد اجتزت مرحلة البكالوريوس. من ما تخرجت دخلت في سوق العمل واشتغلت في دبي القابضة، ومن بعدها انتقلت لموانئ دبي العالمية كنائب رئيس الابتكار، ومن ثم تدرجت لمدير الابتكار العالمي. وفي هالفترة تخرجت من الخدمة الوطنية الدفعة الأولى، وكنت قائد فصيل لأكبر عرض عسكري شهادة الدولة. ما شاء الله. وهاي كان شرف جاهزة لي. نعم جاهزة لهذا. هاي كان شرف لي. نعم. وكنت حامل العلم يوم خرجتنا أم الإمارات، وهاي كان شرف ثاني إن أول مرة أشوفها وكنت حامل العلم، وهاي كان فخر لي. والحمد لله مثلت الدولة في محافل دولية. كنت عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في استراليا وفلبين وبريطانيا. كنت من ضمن الوفد اللي سافر بقيادة غرفة تجارة وصناعة دبي إن نجيب نجذب المستثمرين الاستثمار المباشر للدولة من روسيا. كنت من ضمن الوفد اللي سافر لجذب الشركات والدول المشاركة في أكبر حدث راح نشهده في الجاية إكسبو 2020. حاليا أنا عضو مجلس السعادة تابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأيضا عضو مجلس المستشارين لصندوق محمد بن راشد للابتكار التابع للوزارة المالية.
ما شاء الله بالفعل خير من يمثل الشباب الإماراتي. نعم والشابة الإماراتية مثال حي في الدولة وخارج الدولة. وهذا أنا بس بأكد على نقطة بس تعقيبا على كلامها عشان الناس ما تقول أن الشباب بس يبغون يدخلون مجرد دخول إن دخل المجلس. لازم تشتغل على نفسك فعلا صحيح. وتثبت نفسك قبل ما تفكر أنك تكون في هالمجال. صح. صحيح. ما شاء الله إحنا شفنا بعد هني سعادة سارة في الأكناز، شفنا الطموح اللي عندها ما شاء الله، وخلنا نقول الشغف في الشيء اللي تسويه وحب الشيء اللي تسويه. فلا تخبرينا أنت الحين كسعادة سارة فلك ناز عن طموح الشباب، كيف تشوفين طموح الشباب؟ خلنا قبل ما نروح لطموح الشباب نقول القيادة الرشيدة. القيادة الرشيدة وفرت جميع سبل للشباب الحمد لله. هذا من ناحية، ومن ناحية الثانية شبابنا ولله الحمد مسلحين بالعلم. من ناحية الثالثة الطموح، وشهدنا نحن مثل ما تفضلتوا أخونا هزاع المنصوري، هذا بحد ذاته كيف الشاب حول طموح القيادة الرشيدة وحلم القيادة الرشيدة إلى أرض الواقع. صحيح. وهذا طموح الشباب. إذا هم يقولون إن نحن نوصل إن سكايز ذا ليميت، ترى هم وصلنا نحن، بالعكس نحن بنعرف إن شو هو المرحلة الثانية. نحن ما عندنا شيء اسمه مستحيل ولله الحمد. إذا رهان الحكومة للشباب ونعرف إن شبابنا قد المسؤولية. طموح ما عندنا نحن حد للطموح، نحن بس بغينا الفرصة ولله الحمد أعطونا الفرصة. ترى مثل ما أنا قلت قبل، ترى نحن محسودين إن إحنا في ظل هالقيادة الرشيدة وقيادتنا أصلاً ودولتنا دولة شابة، ونحن في خلال نحن الحين قاعدين نحن نعاصر دول لهم آلاف السنين في حضارات، ونحن والحمد لله الحمد نحن كدولة شابة نحن اليوم في هالمطاف في هالدول. فشبابنا لهم الحق إنهم يطمحون ولهم الحق إنهم يراون الناس إن إحنا بقد هالثقة. جميل جدا. انزين لو نتكلم احنا ما شاء الله شفنا ان مثل ما انت ذكرت قبل شوي القياده اعطتنا، القياده وفرت لنا كل شيء. صح. مش بس في القبه البرلمانيه، نتكلم على كل المجالات. نحن نبغى توجهين رساله للشباب مش كطموح، ان يقدمون من الحين، شو خاصه نتكلم عن الاجيال اللي الحين داخله مثلا في العشرينات بدايه العشرينات، شو ممكن يقدمون للدوله؟ لو اقدر لو تسمح لي اخوي اروح ورا شويه. الشباب من اليوم اللي أنا أقول نحن سفراء، سواء كان نحن داخل الدولة أو خارج الدولة. فالشباب اليوم منه هم في المدرسة أو في الهيئات التعليمية، سواء كان المدرسة سواء كان الجامعة، إنهم يقدرون يبي إن أنا دوم أقول إن جهود من فرد وفرد وفرد، وكم مجتمع نحن نتطور. ترى حتى الشباب اللي في المدرسة نحن نتطور، ترى هم باكر هم المستقبل. صحيح. وهم اللي إن شاء الله بيتطورون عن طريق إنهم هم يكونون يجتهدون في سواء كان في المدارس ولا في الجامعة، وإذا دخلوا سوق العمل إنهم يتقنون الشيء اللي يسوونه. ما في شيء اسمه شيء والله أنا أسوي شيء صغير ولا لا، بالعكس نحن كمجتمع نتطور مع بعض، بس لازم نعطي بكل صدق وأمانة. بالفعل نشكر تواجدت معانا اليوم، ساعدنا صراحة، أثريتي الحلقة في بدايتها وأحسي طاقة إيجابية ما شاء الله من كلامك. بداية قوية الموسم الثاني. نعم صدق. كل الشكر لك سعادة سارة فلكناز، مرشحة فائزة في انتخابات المجلس الوطني عن إمارة دبي، وكل التوفيق لك إن شاء الله. الله يسلمكم. نعم أنت صوت الشباب. الله يسلمكم. مشكورين على تواجدها في ميلا 16. نعم. تشرفنا.